السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أسامة ثامر من قناة أكواريوم انفورميشن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك جروب الأحواض النباتية على الفيسبوك. هذا الفيديو فيديو جديد مصوره حاليا اليوم يوم 10 محرم. اليوم رح نحكي بفيديو جديد هو كيفية استخدام الركيزة، أي نوع ركيزة حاليا مستطرقة بالسوق جديدة، ويا نوع رح نستخدم، وأنا يا نوع دا أستخدم حرفيا. فشوفوا وياي. ركيزة اكوا فورست اللي هي AF Natural Substrate، هذا النوع من الانواع اللي يستخدموه الاكواسكيبرز اللي هو الاحواض النباتية او الاحواض اللي تحتوي على نباتات، لانه تتكون من نيتريت بيتموس وبيسيكلي اللي هو المواد الاولية اللي يحتاجها كل حوض نباتي حتى يكمل موضوع النمو النباتات وظهور الالوان والسيطرة على تفاصيل كيميائية الماء. فتابعوا التفاصيل هاي الدقيقة لهذا النوع. قبل فترة شرحت بفيديوهات سابقة فوائد الركيزة، وحعيدها بهذا المقتطف أو هذا الجزئية البسيطة من الفيديو. فوائد الركيزة جدا مهمة، وهي أنه نحتاج إحنا نثبت مستوى المعادن بالحوض النباتي، وبالتالي راح نسيطر على موضوع أنه كيف أضيف أسمدة سائلة أو الأسمدة البعيدة المدى بالحوض النباتي، وبالتالي أنه هذا الحوض ماتي بدل ما حيطول سنة سنتين راح يطول مدة أكثر حسب التوفطة المزاج الملل الماتك اللي يصير من عنده. طبعا نقطة كلش مهمة أنه هذه تأثر على كيميائية الماء، هاي الركائز بصورة عامة عدا ركيزة ADA اللي هي الباور ساند. الركيزة اللي احنا جوا ايدنا حاليا اللي هي ركيزة اكوا فورست هي من الركائز اللي كلش مهمة، ممتازة جدا مقارنة بتروبيكا تروبيكا وباقي الانواع اللي هي دينيرلي وجي بي ال وانواع الاخرى. فهاي الركيزة بصراحة لازم تكون موجودة بداخل الحوض النباتي، بمعنى انه اني من اجي اضيف الركيزة مو معناها انه اني ما احتاج الاسمدة السائلة، ولكن انه اني مسيطر على حوض النبات مالتي من ناحية الاسمدة اللي داخليها بالحوض. يعني اي موضوع، يعني هل ممكن انه اني استخدم هاي الاسمدة السائلة واستغني عن الاسمدة الصلبة اللي هي هاي الركيزة؟ اي نعم اقدر استخدم، لكن الموضوع مكلف جدا، موضوع كلش مشكلة حسب مشاكل، اي نقص اسمدة يصير حتظهر لنا مشاكل بظهور نمو النباتات، مشاكل بنمو بالعادة هو السبب، يعني حصل اسباب مشاكل انه ثقب الاوراق والاخره، ما ادخل بتفاصيلها. اذا كان عندنا زيادة بالاسمدة السائلة اللي راح نضيفها للحوض واحنا ما عندنا ركيزة، فهنا عندنا حصل مشكلة، وهي انه جرعة المي الكولوم ووتر كولوم، هاي المنطقة اللي بيها المي اللي درنا الركيزة، اذا كانت زايدة حسب مشاكل ظهور طحالب، وبالتالي انه هنا عندنا مشكله انه الطحالب راح تظهر وقت اللي احنا غلطانين بالجرعه الاسمده او ما نبدل المي. فهنا أنا هاي مشكله كلش كبيره وكل الاصدقاء يعانون منها. شنو الحل مالتها؟ انه حنستخدم ركيزه. الركيزه واحده من الحلول المهمه كلش، ان بيها فائده من الفوائد المهمه انه تسحب الاسمده الزائده الموجوده بالمي وتمتصها، وبعد فتره لما يحصل دروب نقص بالاسمده السائله راح تطلع عنا من جديد. طبعا هاي الاسمدة هاي النوع من ركيزه الاكوا فورست موجوده بها. التقرير مالتها اللي موجود، طبعا موجود بعده لغات، التقرير مالتها اللي موجود يقول انه هذا النوع من الركيزه يحتوي على الكلي الطين، ويحتوي على المواد المهمه بعمليه نمو النباتات اللي يساعدها بامتصاص اسمده. طبعا يحتوي على البيتموس. البيتموس هنا حيجي احد الاصدقاء يقول ليش بيتموس موجود، يعني نقدر نستخدم بيتموس العضوي اللي موجود بالمشاتل؟ البيتموس هنا يحطوه على مود يعطي فائدة كيميائية بالحوض النباتي. الفائدة الكيميائية بالحوض النباتي وهي انه تخفيض البي اتش، واذا تلاحظون هنا مكتوبة انه substrate can lower and stabilize the pH water. هنا عندنا البي اتش بالمي يقل، البي اتش هو مستوى الاسيد الهيدروجيني بالمي، معناها انه يصبح المي اكثر حامضية عن المي اللي احنا نستخدمه مي البوري. يعني مي البوري احنا عندنا نقول 7.8 7.5 بي اتش مالته مي عصر، ان البي هنا الركيزة حتقلل لنا
مستوى العصوره مالته وسوي يسق مناسب للاسماك اللي احنا داخلها بالحوض النباتي اللي هي اسماك التترا. كيفيه استخدام، طبعا بالاضافه الى انه تحتوي على العناصر الكبرى والعناصر الصغرى وتحتوي على الحديد اللي هو مهم جدا بعمليه الفوتو سينثيسيس اللي هو عمليه البناء الضوئي. اذا تلاحظون عندي لون الركيزه هو لون كلش واضح انه موجوده بها العناصر جميعا، العناصر الصغرى والعناصر الكبرى. طبعا العناصر الصغرى تكون لونها على هذا الاحمرار، وهذا اللون الطين هو بيسمنت يستخدم لامتصاص الاسمده. طريقه استخدام هذا النوع من انواع الركائز هو تفرش الركيزه بطبقه 1 سنتيم باساس الحوض. خلينا نقلب على الحوض ونشوف شنو الفكره. تفرش هذه الركيزه بمستوى 1 سنتيم معدل اصبع واحد بالحوض النباتي، وبعدها تحط التربه فوقها. هاي النوع من انواع اللي يقول لك تحط التربه بمساء كميه اكثر من 1 سنتيم، يعني 3 سنتيم تقدر ماكسيموم توصل بها 3 سنتيم بالاسفل، تخليها ركيزه وبعدها تخلي 3 سنتيم او اكثر تربه او جرافل. الجرافل اللي هو مقصود بالحصى، الحصى نعم، او الزلط، او ما يسمى بكسر الكوارتز. اي نوع ركيزه عالميه تيجي بيها حبوب اللافا روك هاي معناها ركيزه كلش ممتازه، لانه تساعد على عمليه تثبيت جذور النباتات بهذه اللافا روك داخل اسفل الركيزه. ومثل ما شفتوا بالفيديو انه الجذور شو ممتده من اعلى التربه ونازله واصله لحد الركيزه، هاي فكره انه هنا تساعد على عمليه امتصاص الجذر ل المواد المعدنيه الموجوده اللي هي تساعدها عمليه غذاء النباتات. النباتات احيانا تطلع جذور بالكولوم محيط المي، بالمي مالتنا نشوفها واضحه كلش واضحه، هاي معناها انه هنا عندنا احنا عمليه امتصاص تحصل من محيط المي. هذه مشكله كلش كبيره لانه جمالات النباتات تكون ضعيفه كلش، اقل يعني من ما انه تكون ركيزه موجوده جوا التربه والنباتات جذورها كلها تكون بالاسفل. طبعا هذا النوع نلاحظه بس موجود بالالترناثيرا، نوع من النباتات اللي هي نباتات الفور جراوند اللي هي بالمقدمه. وكالتها هذه الركيزه دخلت عند معرض بيج او معرض مدينه المرجان اللي موجود مشاعر المشاتل، موجوده عند معرض مصطفى كناري. مثل ما تلاحظون تاريخ الانتاج مالتها شهر 2020 نهايه السنه، وتاريخ الاكسباير مالتها اخر سنه 2023، يعني بعد لها اكثر من سنه هذا الركيزه شغاله. هذا الشيء اعتقد سعره، يعني بصراحه مو متاكد من سعره، يمكن اعتقد بين ال 60 بين ال 70 الف. كميه مالته 7.5 لتر، ما يعادل تقريبا يعني ممكن هم 7.5 كيلو. سعره مقارنه بباقي الانواع هو كلش ممتاز. طبعا من انواع الركيزه اللي انا جربتها بحوض المترو 20 هي ركيزه كلش ممتازه ونوع جدا رائع صراحة، وراح استخدمها بالحوض الجديد اللي راح تشوفون تفاصيله بالفيديوهات اللاحقة. طبعا طريقة الاستخدام مالتها مثل ما تشوفون، يعني ذاكرين انه تفرشون 3 سنتيم من الركيزة، بعدها تحطون تربة 3 سنتيم فوقها، وبعدها طبعا تربة او هم هناك كاتبين جرافل او ساند بكيفكم، وبعدها تملي بالمي وتزرع مباشرة. تملي بمستوى التربة 15 سنتيم بمي، وبعدها تزرع، وموضوع طبيعي يعني نفس طريقه الزراعه مالتنا ما عندنا مشكله، بس انه لازم تغطيها. هذه ما يصير تعرض للضوء، اي نوع ركيزه ما يصير يعرض للضوء. مشاكل كلش كبيره تصير، مشاكل كلش ضخمه، انه الركيزه اذا تعرضت للضوء حتسبب لنا مشاكل بظهور الطحالب، لانه هاي الاسمده من تتعرض للضوء حتحصل عمليه نمو طحالب كلش كبيره وكلش ضخمه هيوج. انتبهوا هاي النقطه، لازم ما تظهر هذه الركيزه للضوء، كلش مهمة هاي النقطة. موضوع البيتموس، البيتموس كلش مهم بعملية خفض البي اتش. البيتموس يساعد على استقرارية المي، وبالتالي احنا عندنا موضوع البي اتش بالاحواض النباتية كلش مهم بحيث تنخفض. استخدام مي الار او ما يغنيك، يعني ممكن كلش ممتاز اوكي، ولكن وجود الركيزة بها بيتموس احنا حلينا موضوع الاستخدام المي الار او وصعوبة مل الحوض وتفريغه من هاي المي، يعني كلش ممكن مشكله يسبب لنا بسبب انه مستوى التي دي اس التوتال ديسولف سولتس، كميه الاملاح اللي موجوده ذائبا موجوده بهذا المي تكون قليله، فلازم نضيف اسمده مو اسمده املاح على مود ترفع من مستوى التي دي اس مالته. موضوع كلش صعب، موضوع استخدام ماي ار او. فيديوهاتي السابقه احواض الدوتشي كنت اسويها، كنت استخدم ماي ار او، حاليا ماي بوري لانه الركيزه قائمه بدورها. طبعا حفتح لكم هذا التشيس، لان هذا التشيس انا قررت انه اسوي عليه فيديو وراح اخذه الي. طريقه فتح التشيس انه من هنا مثل ما تشوفون اكو فتحتين، هذه وحده وهذه وحده،
تسحبوها وبعدها اكو لوك خلينا نفتحها ونشوف. انا فكيت الفتحه الاولى مثل ما تشوفون ذاك، وراح اجي افتح اللوك هذا هنا اكو لوك تقدر تفتحه وتسده وقت ما تحب. خلينا نطلع شويه من الركيزه ونشوف شكلها. مثل ما تلاحظون هذا شكل الركيزه، اعتقد مو واضح، خلينا نجي بالضوء نشوفه. خلينا نجي فوق الحوض بس يكون ما يوقع. ضوء قوي، اي ضوء قوي، احنا تمام. الركيزه هذا شكلها، طبعا تحتوي على طين، تحتوي على طيان، وتحتوي على هاي الحبوب الكبيره اللي هي مثل ما واضحه امامكم. الحبوب الكبيره هذه هي هذه العناصر الصغرى، هذا الحديد، والعناصر الكبرى تكون مثل ما تشوفون هاي الشعيرات اللي موجوده بايدي، هذه شعيرات البتموس. بتموس كميه كبيره بي، يعني معناها استقراريه مي كلش ممتازه. ريحتها ريحة بتموس العضوي. طبعا هذا الكيس يفضل انه يغلق بعد الاستخدام، يغلق ويقفل قفل تام، لانه الرطوبة اذا راحت من الركيزة تفقد شوية من خواصها، فيفضل انه تقفل الكيس بعد الاستخدام في حال اذا زاد عندك. طبعا قلنا انه كل حوض تفرش به معدل 1 سم إلى 3 سم ركيزة، وبعدها كل مستوى تربة. لحد هنا انتهى مالتنا الفيديو، وان شاء الله نتلاقى وياكم بفيديوهات اكثر فائدة اكثر تعريفية لمنتجات جديدة داخل السوق. الفيديو الثاني راح اسولف لكم على الديفيوزر ان لاين رياكتر، يستخدم داخل الحوض يعني مشتت الغاز ما يضع بالحوض النباتي، على مود موضوع الجمالية وعلى مود موضوع الكفاءة. فان شاء الله نتلاقى بالفيديو الجاي. شكرا لمشاهدتكم، وان شاء الله اتمنى انه استفادتوا. اللي ما مشترك بالقناه يشترك بالقناه، واللي ما واللي مشترك ويحب يساعد الناس الباقيين يشير فيديوهاتي لاكثر عدد ممكن من الاشخاص، يشاركه بالفيديوهات بالبيجات والجروبات. شكرا لكم، مع السلامه.